حضراتكم ان شاء الله غدا صباحا هيبدا تصويت المصريين في الداخل لمدى على مدى يومين 14 و15 يناير وفقا لما هو وارد بقرار رئيس الجمهوريه بدعوه الناخبين. وفقا للقانون سيتم افتتاح التصويت في 9 صباحا ويتم غلق في 9 مساء الا اذا كان في نهايه اليوم الثاني في مجموعه من الناخبين ما زالت موجوده في جمعيه الانتخاب فرئيس اللجنه بيقوم بحصرهم ولا يغلق قبل انتهاء تصويتهم جميعا اللي هي قاعده امتداد القانون. يبقى اذا ميعاد 9 ده محدد في اليوم الاول، واما في اليوم الثاني فقد يمتد في حاله وجود ناخبين الى ان ينتهي اخر ناخب متواجد تم حصره من التصويت. عدد الناخبين الإجمالي المدعو للحضور للتصويت تحدد وهو 52,742,139 ناخب. هكرر الرقم تاني، 52,742,139 ناخب مقسمين أو موزعين على عدد 30,317 لجنة فرعية. ال 30,317 لجنة فرعية هيبقوا موجودين داخل عدد 13,867 مقر انتخابي، وهناك عدد 11,038 مركز انتخابي اللي هو بيضم أكثر من مقر، يعني المركز قد يضم أكثر من مقر. عدد اللجان العامة 352 لجنة عامة موزعة على مستوى الجمهورية مغطية أنحاء الجمهورية كاملة، وعدد لجان المحافظات 28 لجنة. من أهم ما يجب إعلانه الآن هو كيفية استعلام الناخب عن مقر لجنته. اللجنة أعدت 3 وسائل للاستعلام. أولها هو الدخول على موقع اللجنة العليا للانتخابات elections.gg، والموقع ده هيبقى متوفر فيه خدمة الاستعلام بإدخال الرقم القومي وفقا للإرشادات اللي واردة على صفحة الموقع. هيرد على المستعلم بمكان اللجنة ورقمها ورقمه في الكشف. في وسيلة أخرى هي الاتصال أو إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من أي تليفون محمول. هيرد على هذا الطلب برسالة أخرى فيها نفس البيانات. وأخيرا الاستعلام عن طريق الاتصال برقم 140 دليل. هتبقى فيه رسالة هيدخل الرقم القومي الخاص بالمستعلم سيرد عليه بنفس البيانات. يبقى إذا عندنا 3 وسائل استعلام، موقع اللجنة، إرسال رسالة إلى رقم 5151، الاتصال برقم 140 دليل. الحقيقة عايز أرشح حضراتكم إن هو برغم إن لسه يعني لحد امبارح بالليل كان عندنا أكثر من 4 مليون استعلام، والعدد ده مرشح للتضاعف مرات خلال الساعات القادمة. عندنا 6 مليون زائر لموقع اللجنة العليا للانتخابات حتى أمس. عايز أقول لحضراتكم إن فوجئت إن كان بنلاقي إن في أكتر من 6000 زائر في وقت واحد موجودين على الموقع، ودي حاجات مبشرة جدا وأرقام إيجابية تدل على تفاعل المواطنين مع الاستحقاق للانتخاب القادم إن شاء الله. عايز أبلغ حضراتكم بموضوع مستجد مهم جدا حضراتكم تابعتوه خلال الفترة اللي فاتت، ويمكن كان لو تذكروا إن آخر مؤتمر صحفي كان صدر بالتزامن مع هذا المؤتمر قانون بالسماح للوافدين بالتصويت في غير لجان أو في لجان اللجان التي يتواجدوا فيه. وفقا للضوابط وفكر حضراتكم وفقا للضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات. خلال الفترة الماضية من ساعة صدور هذا القانون وحتى الآن أو حتى من ساعات قليلة كانت اللجنة عاكفة على وضع الضوابط التي تضمن عدم تكرار التصويت وعدم استغلال أي شخص لهذه الرخصة أو هذه المكنة استغلال سيء بما ينال من مصداقية التصويت.
الحقيقه اللجنه وضعت بعض الضوابط حضراتكم يعني محتاجين نركز فيها قوي، عشان حضراتكم يبقى لكم دور مهم جدا في توعيه الناس بهذه الضوابط علشان تبقى واضحه للجميع. الاصل العام ما زال باقي، ان كل مواطن سيصوت في مكان قيده في حاله تواجده داخل المحافظه اللي هو مقيد فيها. لن يتم استعمال رخصة الوافدين إلا في حالة تواجد الشخص خارج محافظته، مع اعتبار القاهرة الكبرى اللي هي القاهرة والجيزة والقليوبية محافظة واحدة في هذا الشأن. بمعنى إن الشخص لو موجود، لو هو مقر قيده وليكن مثلا في شبرا الخيل تابع محافظة القليوبية، لا يستطيع التصويت في أي من المقرات الانتخابية المحددة لتصويت الوافدين داخل نطاق محافظة القاهرة. يقدر بس لو هو موجود خارج محافظته يقدر يروح للمكان المحدد اللي انا هوري لحضراتكم خريطه دي دلوقتي، يقدر يصوت في المحافظه اللي هو موجود فيها. وده لا يخل بالقاعده الاصليه اللي هي ان الشخص بيصوت في مكان قيد في اللجنه اللي هو مقيد فيها في حاله عدم تواجده خارج محافظته. دي مهمه جدا، لان احنا يعني ورد لنا بعض التساؤلات بعض المواطنين في كتير جدا فاهم ان مساله التصويت هتبقى مفتوحه في كافه لجنه اي لجنه هو متواجد فيها. لا، انا باكد تاني ان التصويت كما هو للشخص المقيد في لجنته بيبقى مسموح له فقط انه يصوت في لجنته، الا اذا كان متواجد خارج نطاق المحافظه اللي هو مقيد فيها، ففي الحاله دي بس من حقه انه يصوت كوافد. اللجنة حددت عدد من اللجان أو المقرات الانتخابية داخل المحافظات كلها مغطية بالجمهورية كلها. تتفاوت أعداد اللجان دي حسب حجم كل محافظة. على سبيل المثال مثلا القاهرة محدد فيها 30 مقر انتخابي، والإسكندرية 9، الجيزة 15، القليوبية 11. ومعايا هيتوزع على حضراتكم في نهاية المؤتمر الصحفي بيان كامل بمقرات هذه المقرات وعناوينها حتى نسهل على المواطنين الوصول إلى هذه المقرات، وبطلب من حضراتكم نشرها بكثافة خلال الساعات القليلة القادمة، سواء في وسائلكم المطبوعة أو المواقع الإلكترونية أو القنوات التلفزيونية، حتى نسهل على المواطنين معرفة الأماكن المتاحة للتصويت. عندنا في ضابط مهم جدا صدر به تعديل بالامس من السيد رئيس الجمهوريه لقانون مباشر الحقوق السياسيه فيما يخص تشديد عقوبه التصويت مرتين او محاوله التصويت مرتين. برضو احنا اللجنه ما عندهاش اي رغبه ان حد يحبس بسبب انه يحاول يخالف القانون، ولكن يجب تبصره الناس بان العقوبه تم تشديدها الى السجن، الى عقوبه السجن بدلا من عقوبه الحبس اللي كانت موجوده قبل كده في الماده 49 من قانون مباشر الحقوق السياسيه. التعديل ده له خطوره اخرى غير تشديد العقوبه الحقيقه. ان بهذا التعديل اصبحت الوصف لهذا الفعل جناية بدلا من جنح، وبالتالي فإن المعاقبة على الشروع فيه أصبحت واجبة وفقا للقانون، وده حاجة مهمة جدا يهمني الناس كلها تعرفها، يعني هي مش واردة نصا في القانون ولكن دي من آثار هذا التعديل اللي يجب تبصرة الناس بيه، إن مجرد الشروع معاقب عليه في الجنايات وفقا لما وردت المادة 46 من قانون العقوبات. اما فيما يخص لو كانت ما زالت جنحه، فالجنحه لا يعاقب على الشروع فيها الا بنص خاص. وبالتالي طالما ما كانش في نص على المعاقبه على الشروع فما كانش في عقاب عليها. اما الان بعد نقلها من مصاف الجنح الى مصاف الجنايات فالشروع حتى الشروع معاقب عليه. نتمنى الا يجد هذا النص طريقه الى التطبيق مطلقا. حقيقه يعني عندنا يعني تمني حقيقي الا يجد هذا النص طريقه للتطبيق.